السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام، متابعي قناة النشرة الطبية في حلقة جديدة من حلقاتنا. وهنتكلم النهاردة عن الانتيرو جرمينا، علاج الإسهال واضطرابات الجهاز الهضمي. هنعرف مع بعض إيه هي دواعي استعماله وتحذيراتها، إيه هي جرعاته وإيه هي أثاره الجانبية. علشان نعرف كل ده تابعوا معانا حلقتنا النهاردة. بس قبل ما ندخل في حلقة النهاردة، ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وكمان تفعل زر الجرس علشان يوصلك مننا كل جديد. كمان اذا عجبك الفيديو واستفدت منه ولو بمعلومة، ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو. يلا ندخل في حلقتنا النهاردة. دواعي استعمال انتيرو جرمينا: يستخدم في علاج العديد من أمراض الجهاز الهضمي مثل الإمساك، اضطراب الجهاز الهضمي عند الأطفال، أمراض المعدة والأمعاء، القولون العصبي، الانتفاخات، الإسهال الناتج عن تناول المضادات الحيوية، اضطرابات الجهاز الهضمي نتيجة التسمم، الجرعة وطريقة الاستعمال. يأتي هذا الدواء في صورة أمبولات تعطى عن طريق الفم وغير مناسبة للحقن. تختلف الجرعة باختلاف العمر والحالة المرضية، لذا يفضل استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل تناول هذا الدواء. جرعة الكبار من 2 إلى 3 أمبولات شراب يوميا. جرعة الأطفال من 1 إلى 2 أمبول شراب يوميا. الآثار الجانبية للدواء: غالبا لا يسبب هذا الدواء آثار جانبية، لكن في حالة وجود حساسية لبعض مكوناته قد تظهر بعض الآثار مثل طفح جلدي ناتج عن الحساسية، تورم، اضطراب المعدة، غثيان. إذا كنت تواجه أي من هذه الأعراض الجانبية، توقف عن تناول العلاج واستشر طبيبك أو الصيدلي. موانع استعمال الدواء: عادة يكون هذا الدواء آمن للاستخدام إلا في حالة وجود حساسية لأحد مكوناته. إذا كنت تتناول مضاد حيوي، تناول جرعتك في الوقت الفاصل بين جرعات المضاد الحيوي. يأتي الدواء في صورة أمبولات شراب لا تصلح للحقن في العضل أو الوريد. تأثير الدواء في حالات الحمل: يمكن استخدامه في حالات الحمل، لكن يفضل استشارة الطبيب المعالج قبل تناول أي دواء لتقييم المنافع والأضرار. تأثيره في حالات الرضاعة: يمكن استخدامه في حالات الرضاعة، لكن يفضل استشارة الطبيب المعالج قبل تناوله.
هل يمكن تناول هذا الدواء أثناء العلاج بالمضاد الحيوي؟ يمكن تناول هذا الدواء أثناء العلاج بالمضاد الحيوي، لكن تناول جرعته في الوقت الفاصل بين جرعات المضاد الحيوي. كيف يتم حفظ هذا الدواء؟ يحفظ في درجة حرارة أقل من 30 درجة مئوية بعيدا عن متناول الأطفال. ماذا يجب أن تفعل إذا نسيت ميعاد الجرعة المحددة؟ لا تتناول الجرعة الفائتة واستمر في تناول جرعتك في ميعادها. هل يمكن استخدام انتروجرمينا للأطفال؟ يستخدم هذا الدواء في حالات الانتفاخ للرضع وحالات الإسهال للأطفال، ذلك لأنه يحتوي على بكتيريا مفيدة تعيد التوازن داخل الجهاز الهضمي. ما هو سعره؟ يتوافر بسعر 64 جنيه مصري. وبكده نكون خلصنا حلقتنا النهاردة واللي اتكلمنا فيها على الانتروجريمينا. اتمنى تكونوا استفدتوا ولو بمعلومة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو. اشوفكم الحلقة الجاية.